طيب في الفيديو ده بقى هنروح نستعرض ازاي نشتغل مع البايند ماونتنج في الدوكر. عايزك تبقى مركز كده عشان الفيديو ده هيبقى فيه شويه حاجات حلوه يعني. طيب اول حاجه انا واقف على السي كده اروح اعمل فولدر هقول له مثلا سميه داتا فولدر جديد اسمه الداتا هقول له خش على الداتا ده وتعالى نكريت جواه فايل اقول له ايه تاتش وهنسميه مثلا داتا 01.txt انا هسميه 01 وبعد كده اسمي 02 03 انت سميه زي ما انت عايز براحتك تمام كده ايه كريتنا الفولدر اللي اسمه داتا وكريتنا جواه فايل وحيد فاضي اسمه ايه داتا 01 اديله كلير كده. طيب هي الفكره اللي قايم عليها اصلا فكره البايند ماونتنج ببساطه شديده جدا ان هي عامله زي الشير فولدر في الويندوز. عارف لما تشير لحد فولدر فاكتر من حد بيقدر ياكسسوا الفولدر اللي انت عامل له شير ده هي دي نفس القصه. احنا هنشوف مكان على الهوست فولدر او مجموعه فولدرز وفايلز ونعمل لها شير بطريقه ما جوه الكونتينر بحيث ان الكونتينر يبقى شايفها. يلا بينا بقى نروح نعمل كده. طيب هنروح نقول له ايه بقى دوكر كونتينر رن داش اي تي داش داش نيم وهنقول له الباين هنسمي النسخه دي الباين. كل اللي احنا هنعمله ان انا هعمل بس نسخه بسيطه كده من اللينكس الباين اللي هو صغير خالص وهشير بين الهوست وبين الكونتينر فولدر اللي احنا لسه مكريتينه من شويه اوكي. وهنقول له داش في. بعد الداش في بقى احنا شفنا في الداتا فوليومز بنروح مدينه اسم الفوليوم ونبتدي نشتغل بيه بعد كده في كونتينرز تانيين. هنا لا بقى انا محتاج اديله باس فانا هنا هقول له ان انا عايز اشير الفولدر اللي انا جواه اللي اسمه داتا. فبدل ما اكتب الباس كله لو الباس كان طويل او حاجه فنقدر بكل بساطه زي ما شفنا قبل كده. طيب فاقدر اجي كده هنا بقى بكل بساطه نستخدم كوماند كنا استخدمناه قبل كده نقول له بي دبليو دي ونقفل ايه الاقواس بتاعتنا اللي هو برنت الوركينج دايركتري. فهو هنا هيشيل الفاريبل ده ويحط لي الوركينج دايركتوري اللي انا شغال عليه اللي هو ايه السي داتا اللي انا واقف عليه حاليا بدل ما اكتب الباس تمام. وراح ايه له كولن سلاش وهنسميه مثلا ماونتد اندرسكور فولدر. ده المكان اللي هيبقى جوه الكونتينر هيبقى اسمه كده الفولدر هيبقى اسمه ماونتد فولدر. هنشوف دلوقتي حالا تمام وهنقول له من النسخه اللي اسمها ايه الباين ندوس اوكي تمام. شايفين راح مطلع لي ايه بقى قال لي فايل شيرنج اهو ده الويندوز اصلا بيقول لي دوكر وانت تو اكسس سي داتا دي وانت تو شير ات. زي ما قلت لكم في الاول هو عباره عن شيرنج فانا اقول له اوكي تمام اعمل شيرنج مفيش مشكله تمام. راح مدخلني ايه على الكونتينر اهو عشان احنا كتبنا له اي تي واقدر اجيب كل بساطه كده اقول له ايه ال اس راح جايب لي الفولدرز اللي جوه الكونتينر بتاعه الالباين لينكس وجاب لي الماونتد فولدر اللي احنا قلنا ان احنا هنشتغل عليه. الماونتد فولدر ده اللي هو كورسبوندينج او المماثل للفولدر ده هنا اهو تمام اللي احنا لسه مكريتينه اللي هو جواه الداتا. عايز تشوف اللي جواه كمان تعال نقول مثلا سي دي هو هنا جوه الكونتينر اسمه ماونتد فولدر تمام. واقدر اجي اقول له بكل بساطه الاس تمام راح مطلع لي الداتا 01.txt. طيب هروح نعمل حاجه ظريفه بقى انا هفتح باور شيل ثانيه دلوقتي تمام وهروح كده ايه اقول له سي دي الداتا تمام. فانا واقف على الداتا اهو خلاص اقول له ال اس جاب لي اهو الفايل. انا بقى هكتب فايل واكتب جواه تكست واوريكم ان هو من غير ما اعمل اي حاجه هو برضه هيبقى مقري في الفولدر اللي معمول له ماونت جوه الكونتينر. تعالوا نعمل كده بس تعالوا نكتب ايه بقى حاجه مختلفه يعني فنقول له ايه ايكو شفنا الكوماند ده قبل كده هنقول له this file is created on the host مثلا اوكي. وراح قايل له ايه انه هنسميه داتا دوت او داتا 02 دوت تي اكس تي اوكي تمام. لو رحت عملت ال اس كده هنلاقي ان انا عندي ايه فايلين. ارجع بقى للكونتينر بتاعي اهو وراح اقول له ال اس. شوف احنا كنا لسه واقفين كان في داتا لسه عاملين ال اس كان في داتا 01 بس اقول له اوكي. راح قال لي ان في داتا 01 وداتا 02. لو عايز اشوف كمان التكست اللي انا كتبته هنا جوه الداتا اقدر بكل بساطه اقول له ايه كات داتا 02.txt راح قايل لي اهو this field is created on the host. حاجه جميله تمام. طب هل العكس بيشتغل برضو؟ يعني لو جيت كريت فولدر جوه الكونتينر هنا يعني انا دلوقتي شغال على الكونتينر اهو جوه الفولدر اللي اسمه ماونتد فولدر اللي هو اللي انا مشيره بره اللي اسمه داتا على الهوست على الويندوز. تعالوا نشوف. فاقدر بقى اجي اقول له ايه ايكو واقول له this file is created inside الكونتينر تمام. الفولدر ده او الفايل ده اتعمل له كرييشن جوه الكونتينر وهقول له سميه داتا دوت 0 برضه بنسى 03 دوت تي اكس تي اوكي تكست. لو قلنا له ال اس كده
قلنا له cat data 03.txt من جوه الكونتينر، راح جايب لي اهو الفايل والكلام اللي جواه والجمله اللي كتبناها. لو رحنا للباور شيل الثاني وقلنا له ls، جاب لي اهو ان الفايل اتكريت كلير كده، واقول له cat data 03.txt، قال لي الفايل از كريتد انسايد الكونتينر. لو عايز تشوفهم اصلا عادي يعني، لو حابب تشوفهم بعيد عن شغل الباور شيل والحاجات دي، ادي الفايلات اهي، ذا فايل از كريتد انسايد ذا كونتينر. الفايل الثاني هو اللي احنا الفايل اللي كريتناه مره من الويندوز من خلال باور شيل، ومره من خلال الكونتينر او من جوه الكونتينر. تمام، تاخد ايه الدنيا كده بقت ظريفه. انا بس نكزت كده هنا، تمام، نقول له كلير. طيب وازيدك بقى من الشعر بيت، احنا ممكن نكريت كونتينر تاني اصلا. يعني هاجي هنا كده، ادي الكوماند بتاع كرييشن، وهغير اسم الفولدر اسميه مثلا كونتينر شيرد، فولدر اسمه كده يعني مثلا، وعلى نفس الباس. ماشي، احنا بنشير نفس الباس بتاع الهوست لكونتينر تاني باسم تاني اصلا، وهنقول له هنا مثلا، عايزين بس نغير له اسمه لان هو كده ايه عنده 2 الباين. لو رنينا طبعا دلوقتي هيقول لي لا ده في الباين اصلا شغال، شايف كونفليكت النيم الباين ده موجود اوريدي قبل كده. تمام، حاجات بيزكس المفروض شفناها قبل كده. هنسميه مثلا الباين 2، تمام، دخل عليه اهو خلاص. لو قلت له برده ls، ادي الفولدر باسمه هو كونتينر شير. ولو قلت له بقى cd container underscore shared، قلت له ls، هنلاقي الفايلات بتاعتنا هي زي ما هي والدنيا زي الفل. تمام، دي من الحاجات القويه يعني اللي ممكن ايه نستغلها. طيب دي بصراحه نماذج ايه مبسطه كده خالص، عايزين نشوفها في حاجه اكبر. تعالوا اوريكم حاجه ظريفه. طيب انا عايزك تروح على الويب سايت دوت اسمه startbootstrap.com/seams، سيب لكم برده اللينك بتاعه تحت لو عايز تروح له على طول. ايه بقى الويب سايت ده؟ بوتستراب ايه اصلا؟ بوتستراب دوت الناس مش عارفه. بوتستراب ده احد اشهر السي اس اس فريم وركس، سي اس اس اللي هي اتش تي ام ال وسي اس اس اللي بيعملوا شويه الستايلنج بتاع اللغات المستخدمه في صناعة الويب. طبعا في لستة طويلة يعني، بس دول ايه البيزكس يعني، HTML عشان السكيلتون والCSS عشان الستايلنج ونخلي الشكل ظريف يعني. تمام، فالبوتستراب دي فريمورك بقى بيسهل عليك عملية الستايلنج دوت بكتير يعني. تمام، فده ويب سايت بيديك كده شوية حاجات فري، في حاجات بايد وحاجات فري، فاحنا ايه هنقول له احنا مش عايزين البايد يا عم، احنا عايزين الفري. فانا هاخد اول واحد ده اسمه sbadmin2. تمام، كل انا هعمله هروح اعمل له ايه فري داونلود. ايه اللي احنا هنعمله بقى؟ هو نزل اهو خلاص، هنروح نشوف ازاي هنشغله دلوقتي. كل اللي احنا هنعمله ان انا هاخد الفايلات ديت، الابلكيشن الجميل دوت، هروح اشغله عندي من كونتينر بالانجينكس. فاكرين الانجينكس؟ الانجينكس اصلا ويب سيرفر، اتكلمنا عليه كتير قبل كده. تعالوا بقى ناخد مثال عملي ان احنا ناخد الفايلات ديت ونحطها جوه كونتينر جوه انجينكس ونشغل الانجينكس بالفايلات دي. طيب انا دلوقتي اعمل ايه؟ انا هاخد اللي هو الفايل اللي نزل دوت وانقله في الفولدر بتاعنا اللي اسمه داتا. تمام، انا اروح اعمل له ايه بيست هنا كده، اروح اعمل له اكستراكت. تمام، انا عايز اطلع الداتا بتاعته بره يعني، اخدها كده كلها بره، دي زي ما فين الفولدرات اهي والفايلز اللي بيحتاجها عشان يشغل الابلكيشن ده. انا ممكن طبعا ارنه من هنا اصلا على طول يعني، اقول له كده ايه، تعال ندور على الاندكس اهو، اوكي، هو اشتغل اهو الدنيا ايه ظريفه. بس هو شغال كده ايه كفايل، هو مش هوستد على ويب سيرفر ولا حاجه، انا مشغل الفايل. فانا زي انتم شايفين اهو فايل، الناس اللي شغاله في الويب ديفلوبمنت فاهمه طبعا الكلام دوت. فاحنا اللي هنروح نعمله ايه، ان انا هاخد بقى الفايلات دي احطها جوه الكونتينر باستخدام الفولدر اللي هو اصلا شيرد بيننا وبين الكونتينر اللي هنكرييته دلوقتي حالا. يلا بينا بقى على البورشل. طيب كفايه كده على ده، نقول له بقى اكزيت كلير عشان هنعمل ايه حاجه جديده. نروح بقى نقول له دوكر كونتينر run dash d dash dash name، ونقول له ايه مثلا nginx dashboard، عشان هي dashboard وهو nginx فيعني سميت basics خالص يعني. تمام، نقول له dash p، ونقول له 80 colon 80، و dash v هنقول له بقى هنا ايه زي ما شفنا قبل كده، ان انا عايز ال bwd اعمل لي برنت للworking directory كولن سلاش، حطه بقى فين الباص، احنا جربناه قبل كده في اكتر من فيديو في الدوكر فايل وفي فيديوهات اعتقد قبل كده برضو جربنا، هيبقى موجود فين جوه اليوزر شير انجينكس html، ده الفول باص. وهناخد طبعا الكلام ده كله من ايمج اسمها انجينكس، اوكي، دوس انتر كده. تمام، كونتينر المفروض كده يشتغل.
لو روحنا بقى في البراوزر بتاعنا وكتبنا لوكال هوست والبورت اللي احنا حددناه المفروض الدنيا ايه تشتغل. تعالوا نجرب. تمام انا كتبت له هو لوكال هوست كولن 8080 وهقول له تمام راح اشتغل وايه زي الفل اهو. دي من الحاجات كده الفرق بس بين الابلكيشن اللي احنا فاتحه قبل كده ان هو كان لوكال انا فاتح الفايل، لا ده دلوقتي هوستد يعني لو على سيرفر ممكن نخلي الناس تشوفه لو السيرفر ده كونكتد على نتورك او مرفوع على الكلاود ولا حاجه. تمام وهتلاقي كل حاجه شغاله في الابلكيشن وتقدر تنافيجيت، يعني اقدر اروح لبيجز ثانيه اهو مثلا البيج بتاعت الريجستر راح على طول هو غير اللي شايفين الباس اهو الدنيا تمام، احنا لسه على اللوكال هوست سيرفر على البورت اللي احنا حددناه وجوه البيج ديت. تقدر انت تكتب الحاجات دايركتلي يعني تقدر تكتب له مثلا اعتقد كان في بيج اسمها لوجن دوت اتش تي ام ال فيوديك لللوجن على طول. واعتقد كمان هنا في السيم عاملين حاجه ظريفه ان لو كتبت حاجه غلط لا مش كاتبين شوف كان في اوبشن كده بيحدد يعني ان احنا ايه يطلع مسج لو هو كتب يو ار ال غلط يعني مش مهم. طيب نزود بقى كمان على الحاجات الحلوه اللي بنعملها دي. انا هفتح البروجكت ده اللي هو مجموعه الفايلز والفولدرز بتاعه البوتستراب والاتش تي ام ال والسي اس اس بالفيجوال ستوديو وهعدل فيها اوريكم هتعدل في ساعتها ازاي، وكل ده من واحنا على الفولدر اللي هو الشير ده اللي اسمه داتا. تمام انا هروح اقول له ايه بقى اعمل لي هنا اد فولدر تو ورك سبيس وادي الفولدر اهو تمام اللي اسمه داتا اقول له اد الفولدر دوت اوكي اي تراست ذا اوردر وادي الفولدرز والفايل بتاعت البروجكت اهو يعني مثلا ادي وطبعا حاطط برده الداتا 1 و2 و3 اللي احنا كنا كريتناهم فاكرهم تبع البروجكت يعني عشان احنا استغلينا نفس الفولدر. نروح على اللي هو فين الاندكس الاندكس اهو تمام نكليك كده عليه. طبعا هو كود كتير جدا ده التايتل اهو احنا ممكن نروح نشوف اعتقد ممكن نسهل على نفسنا من هنا كده ممكن اعرف هي فين بالظبط كده اقول له رايت كليك اختارها كده واقول له انسبكت هيفتح لي الكروم ديف تولز هنا الانسبكت بتاعه ده ظريف جدا تقريبا هي داشبورد اللي عند ال H3 فنقدر نروح ايه نسيرش عليها فنقول له كده ايه داشبورد تمام هي دي اللي كانت عند ال H3 الكلاس ال H3 اقدر اجي اقول له مثلا ايه دي هتبقى اسمها Nginx داشبورد تمام. احنا كده بنسمع من الفيجوال ستوديو من على الهوست فيسمع جوه الكونتينر في الشيرد فولدر اللي احنا عاملينه اللي هو البايند ماونتنج بخاصيه يعني البايند ماونتنج اوكي تمام. نريفرش كده تمام بص بعد الريفرش على طول راح مطلع لي ايه Nginx داشبورد. تقدر بقى تروح تعدل زي ما انت عايز في الابلكيشن وتعيش حياتك هتلاقي الدنيا جميله. لو ما فتحش معاك او في مشكله او انت مش عارف تكتب الباص ممكن ببساطه برضو من الدوكر ديسكتوب اهو تروح هنا اول اوبشن هتلاقي كاتب لك اوبن ان براوزر وهو يروح يفتحه لك على طول تمام. ساعات ايه بتلخبط شويه وساعات هو بيدخلك على الويب سايت او حاجه اوكي. برضو لو حابب تعدل وما عندكش اي اي دي اي زي الفيجوال ستوديو او اي حاجه ممكن ببساطه بالنوت باد يعني اقدر اجي هنا كده اقول له رايت كليك اوبن ويز واقول له نوت باد عادي خالص وهسيرش برضو على كلمه داشبورد هي مكتوبة أصلا تمام مش أول واحدة لا إحنا عايزين اللي كان قدامها إيه H3 تمام وهي Nginx هقول له لا دي رجعها تاني خلاص داشبورد أو نقول له مثلا إيه Company داشبورد ومجرد إن أنت هتسيف هنا مش محتاج بيلد ولا حاجة هتيجي بس تريفرش كده راح قال لك Company داشبورد تمام. طيب بكده نكون شرحنا سريعا إزاي نعمل Bind Mounting في الدوكر وزي ما انتم شايفين حاجة يعني قوية جدا ممكن بقى تستخدمها في حاجات تانية زي ما احنا عملناها هنا دي كانت فايلات لويب ابليكيشن بسيط ممكن بقى تعملها مع داتابيس لو عايز فايلات لداتابيس مثلا عايز ترن سيكوال كويري تي دي تاتش اتاتش وهكذا يعني. شوفكم الفيديو القادم ان شاء الله.